أنا كتير متوترة جداً إنه إحنا في دخلة الفيلم فيلا توما اللي راح ينعرض اليوم في مهرجان مالمو. أنا سعيدة جداً في هذا التواجد وبهمني طبعاً دعم أي مهرجان اللي عم بطرح قضايانا وفي أوروبا في كل العالم. يعني أنا صرت أشعر إن أنا في بيتي في هذا المهرجان ودائماً بعتز إنه نلتقي في الأصحاب نتعرف نتبادل الأفكار والآراء. والسينما هي أصبحت لغتنا المشتركة ما بيننا وما بين الوطن العربي وما بين العالم واللي إلها دور كتير مهم في بث كل القضية ويعطيهم ألف عافية شباب.